أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. الجماعة اللي بيحبوا أكلات اللي فيها الفتة والبتنجان اليوم حينبسطوا كتير من الطبق اللي حنقدمه. احنا ممكن نعتبر الطبق هذا رئيسي أو جانبي. حنشوف مع بعض المكونات اللي حنحتاجها. هحتاج كمية من اللحم المفروم بهذا الشكل، تشكيلة من البهارات، عندي الشطة المجروشة، الكركم وبهار مشكل وملح وفلفل وشوية زيت زيتون، والخضرة حتبقى عبارة عن فليفلة وبتنجان. هحتاج كمية من الزبادي وشوية كزبرة أو بقدونس للتزيين، بعض حبات الرمان، طماطم وشوية ثوم، وعندي هون كذا رغيف من الخبز العربي حنستعمله كقاعدة للفتة. نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين خطواتنا. طبعا احنا استعرضنا المكونات فقط، يمكن تقولوا لي منال بدنا المقادير. دائما المقادير عم بنزلها في نهاية الحلقة، بتبقى مكتوبة زي ما تعودتوا أو بتقدروا تشوفوها في موقع منال أونلاين. نستعرض مع بعض خطوات الشغل والتجهيز للفتة. الفتة هذه شوي بدها منكم وقت، لأنه إحنا بدنا نشوي البتنجان والفليفلة قبل بوقت، وبنفس الوقت بدنا نحمص الخبز. فطالما أنا حولي على الفرن بقدر أستفيد من توليعة الفرن، أحط الهدفين هدول مرة واحدة أو الشغلتين مرة واحدة. هقطع الخبز إلى مكعبات وأحطه في الصينية بالشكل هذا وأشوي أو أحمصه. يعني لقيت هالموضوع بسيط وسهل، ما في داعي نشرحه أكتر. أو إذا حبيته تقليه وقلي زي ما بتحبوا. هخليه محمص جاهز جنبي ونبتدي نتحدث عن الخضرة كيف بدنا نجهزها. هلأ بالنسبة للخضرة أعزائي المشاهدين، إحنا عنا الفليفلة والبتنجان. موضوع كتير بسيط وسهل. هاخد حبة الفليفلة ومجرد أني أنا أقطعها بالنص إلى جزئين بهالطريقة. نأخذ واحدة كمان هنقطعها بهالطريقة، هنخليهم على جنب. بالنسبة للبتنجان ما حعمل فيه شيء، هاخد عود خشبي أو عود أسنان إذا بتحبوا، وأبتدي بس أغزز حبات البتنجان بهالشكل هذا. التغزيز هذا أو الثقوب اللي أنا عم بعملها بيساعد على دخول الحرارة أكتر طبعا لحبة البتنجان. هحطها على شبك وأدخلها الفرن زي ما أنا عاملة. الشكل عندكم هون واضح بهالطريقة. شبك حطها على الصينية وحطيت على البتنجان ودخلتها الفرن لغاية ما انشوت وأعطتني اللون الجميل هذا. ممكن أخليها تبرد تماما وأشتغل فيها وقت ما بدي. الحلو في وصفة الفتة اللي حنعملها هلأ التجهيز المسبق، وهذا دائما دائما مريح لست البيت. الخضار عندي مشوي، ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز اللحمة. اللحمة برضك ممكن أكون أنا مجهزاها قبل بوقت وأحطها بالتلاجة، وقت اللزوم أكمل طبختي وأكون كتير مرتاحة وأنا بشتغل. هلأ هستعمل أي نوع من الدهون حابين أنتوا تحطوا. زبدة، أنا عندي هون زبدة، قلنا نغير شوي. في ناس ممكن يحطوا، يفضلوا الزيت، ممكن يفضلوا السمنة، على حسب رغبتكم. هحط شوية زبدة وأبتدي أثناء ذلك برضو أجهز الثوم للزبادي. خلينا كل خطوتنا تبقى مرتاحة خطوة خطوة. بس تدوب عندي الزبدة أبتدي أضيف اللحم. هبتدي هلأ أضيف اللحم. وأشوح لغاية ما اللحم عندي يستوي على الآخر باستمرار التقليب. خلوا بالكم لازم أضلني أقلب عشان ما يتكتل عندي اللحم، وبنفس الوقت يتحمص هيك ويأخذ الطعم اللذيذ. إحنا هون ما في عنا بصل زي ما متعودين تقلاية اللحم، لا هذه موضوع مختلف تماما فما تستغربوا. مجرد اللحم بقلب بضلني باستمرار لغاية ما يستوي على الآخر. أعزائي المشاهدين لازم اللحمة تتحمص وتنشف بالشكل هذا. نلاحظ كيف هتشموا ريحتها وبرضو
تتأكدوا أنها استوت 100%، لأنه هون إحنا حنستعملها على طول، ما حنحشي فيها مثلا إشي ندخل فرن، لا. فلازم نتأكد أنها استوت. حنحط البهارات، القرفة طبعا حتعطينا هالطعم اللطيف، الشطة المجروشة إذا حبيتوا تستعملوها، وشوية الكمون. حنحتاج فلفل أسود، وهلا اللحمة أصبحت عنا جاهزة. ببتدي هلا أضيف الطماطم. عنا هون طماطم مفروم ومقشر طبعا، مجرد تقليبة خفيفة وخلص حط في النار. خلي بالكم لأنه إحنا حابين حبة قطعة الطماطم إنها تضلها يعني بقوامها، ما بدي إياها إنها تدوب. حبتدي خطوتنا التالية لتجهيز الخضرة. حنحتاج نسخن شوية زيت زيتون. إحنا عنا طبعا البتنجان شويناه، قشرناه، قطعناه مكعبات صغيرة، وبنفس الوقت الفلفل الأخضر برضو شويناه وقطعناه مكعبات صغيرة. بحتاج هيك بس أحطهم في القلاية هيك يتشوحوا تشويحة خفيفة. الفليفلة والبتنجان، وبنفس الوقت أنا عم بسخنهم هون، التشويح مع تسخين. حسيبهم حوالي دقيقتين هيك على النار وحنرجع لهم كمان شوي. نبتدي نجهز الزبادي. عنا الزبادي مش هيحتاج أبدا أي شيء. ححط شوية ملح وفصوص من الثوم، وأنا بحب دايما أهرس الثوم فريش، بيعطيني طعم كتير لذيذ. لاحظوا دايما بحب أهرسه مباشرة، بس طبعا فيكم تكونوا عاملينه قبل بوقت. بضيف كمية من الثوم بهالطريقة. سلطة أو دريسنج الزبادي عندي جاهز، وهذا طبعا اللي حسقي فيه الفتة. نتأكد إنه كله اندمج هيك مع بعضه، ونجهز طبق التقديم. طبق التقديم عندي بنحاول نختار طبق عميق شوي عشان ياخد كل هالحشوات اللي أو الخلطات اللي حنحطها هلأ. عنا الخبز وعنا الزبادي، ونحتاج نحط كل طلباتنا جنبنا، اللحم والخضرة اللي هو البتنجان والفليفلة السخنة. هلا خطوتنا كتير بسيطة. طبعا هذه الخطوة فيكم ست البيت تعملها في آخر وقت قبل التقديم على السفرة على طول. هحط الخبز، هوزع عليه شوي من الزبادي، كأني هيك بسقسق الخبز بالزبادي. هوزع البتنجان والفليفلة بهالطريقة. شو رأيكم؟ بديتوا تتخيلوا طبعا الطعم الرائع اللي حيكون عندي. برجع شوية زبادي، هلأ ببتدي أوزع اللحم المفروم مع الطماطم. ما شاء الله ابتدى هيك الطعم عندي من هلا يبين معانا طعم هالفتة. شوية زبادي، نحط بردك على هذا الطرف. هلا عنا شوية رمان. طبعا هو الرمان اللي حيجيب لي طعم الفتة هاي، على فكرة كتير ضروري، مش مجرد تزيين يا جماعة، أساسي عنا تستمتعوا بهالطعم الجميل. وعنا شوية بقدونس برضو للتقديم. أعزائي المشاهدين، الفتة جاهزة تطلع على السفرة على طول. أتمنى تكون عجبتكم.